أبناء القيامة هم رسل العالم. جميل هذا النداء إليكم أحبائي أصدقائي، أحب أن يشعر كل واحد منكم من خلال هذه الكلمات الروحية من القلب إلى القلب، كم نحن كمسيحيين كمؤمنين، كم نحن نحمل مسؤولية ضخمة عظيمة جدا أن نكون مسيحيين لنا ولغيرنا وللمجتمع. وتوقفنا في الحلقة السابقة عند رسالة العلمانيين كما وردت في المجمع الفاتيكاني الثاني، والآن نتوقف قليلا عند عبارة وما يقوله المجمع للعائلة المسيحية. يقول: الزوجان المسيحيان بابا وماما بتعاونهما مع النعمة، لأن الإكليل هو نعمة، بركة الإكليل، يشهدان للإيمان أمام بعضهما البعض وأمام أولادهما وسائر أقاربهما. شوف هالتعبير الموجز الجبار، مش فقط تزوج الواحد ولقى عروس طيبة كويسة وانبسطوا وجاب أولاد، بس أنت عندما تقبل الإكليل على رأسك يوم الزواج تقبل النعمة وتكون ملك الخليقة مسؤول. الإكليل على رأس الزوجين هو معامل، هو علامة المسؤولية. إذن بتعاونهما مع النعمة، نعمة السر، سر الزواج المقدس، يشهدان للإيمان الواحد أمام الآخر. ماسكين إذن بعضهم بعض، أنت مؤمن وأنت مؤمنة، الواحد هو رسول، أول رسول، أنت مسؤول أن تحمل له رسالة، هو شريك حياتك. الزوج مرته موضوع رسالته، والمرأة موضوع رسالتها زوجها. إذن أنتما لبعضكم البعض رسل أمام بعضهم البعض، ثم أمام أولادهما. أنت رسول، مش أنه فقط زوجنا وجبنا أولاد وربيناهم وطعميناهم، أنت مسؤول أن تحمل لهم الإيمان. مسؤول، نعم نعم، أن تحمل لهم الإيمان مسؤولية. دام تكلمت بالكنيسة أنت مسؤول أن تحمل رسالة الإنجيل، رسالة الكنيسة إلى من أعطاك الله من أبناء من بنات. إذن أنت تحمل الرسالة، تهتم أن نربيهم، نعطيهم الإيمان، نعطيهم الإنجيل، نقول لهم كلمة روحية، نقول لهم كلمة من الإنجيل، نخليهم يقروا الإنجيل، نقرأ الإنجيل معهم. إذن مش أنه نحن فقط الزوج، عندما تقول أسرة مسيحية مزوجة وبإكليل مكللي معناتها تحمل مسؤولية. إذن الأب والأم لبعضهم البعض رسل أمام الأولاد وأمام سائر أقاربهما. إذن إن الحمولي، شو الحمولي؟ مش الحمولي فقط إنه أنساب ونحن فلان قريبنا وكذا، أن نكون أقرباء بالإيمان. نحن أقرباء أيضا بالإيمان، نحن أبناء القيامة لبعض البعض. أنت أبناء القيامة، أخوك أقاربك أبناء القيامة، بدك نساعدهم حتى يكون ويبقوا أبناء القيامة. فهما أول من يبشر أولادهما بالإيمان ويدربهم عليه. أنت مبشر، إذا رسول، أنت يبشر، أول من يبشر ويدربهم عليه. بدك تدربهم كيف يعيش الإيمان، كيف يعيش المحبة، كيف يعيش الإيمان، كيف يعيش الخدمة، كيف يعيش الطهارة، كيف يعيش التساهل، كيف يعيش الشراكة مع الآخرين، تضامن. فيربيانهم بالكلمة والمثل لحياة مسيحية ورسولية. بالكلمة بالمثل، يعيشوا قدامهم تضحية، قدامهم الخدمة، مش بنسبوا يلا بسبات سبات، ونعلمهم كيف يسبوا. بتهديك اللي كان خوي جاي عم يزور بيت، قال له الأب: ليك ليك ابني كيف شاي ساطر، ها سب له، بيعرف يسب، علمه على المسبات، يعرف الشوم. إذن فيربيانهم الأولاد بالكلمة والمثل لحياة مسيحية ورسولية.
اوف شو هيدا يا، يعني بده يصير ابنك رسول؟ شو هالرسالة العظيم؟ شو هالمسؤولية الكبرى لأبناء القيامة؟ مسؤوليتنا كمسيحيين، كأزواج، كعائلة مسيحية ورسولية، ويساعدانهم بحكمة الاختيار دعوتهم، كهنوتية يصير مهندس كذا، بدك تدربه حتى يأخذ الدعوة المناسبة، ويعززان فيهم باهتمام كل الدعوة المقدسة إلى الكهنوت إذا أمكن. نحن بدنا نقول لهم، نمجيهم، نحيلهم، شو أقول لك يا ابني، ولو عن طريق هيك مزح، ولكن نوجههم حتى يكتشفوا دعوتهم في المجتمع ودعوتهم في الكنيسة أن يكونوا رسل في مجتمعهم. ويتابع المجمع، استلمت العائلة المسيحية من الله هذه الرسالة، مش إنه البابا أو البطرك أو المطران أعطاك الرسالة، لما تكللت أنت أعطيت هذه الرسالة. إذن استلمت العائلة المسيحية من الله هذه الرسالة، وهي أن تكون أول خلايا المجتمع الحية. أول خلايا المجتمع أنت، لما تجوز مسؤولية كبيرة عليك، وهي العائلة تؤدي رسالتها إذا ما وفقت في أن تجعل من البيت معبدا كنسيا بتقوى أعضائها المتبادل بالصلاة المشتركة التي يرفعونها إلى الله. جميل هذا الوصف لرسالة العائلة. تكلمنا بعموم أن كل مؤمن، كل أبناء القيامة هم رسل، كنيسة رسولية، نصل الآن إلى العائلة، إلى هذه الخلية. إذن بحيث تصبح هذه العائلة أول خلايا المجتمع الحية، تؤدي رسالتها إذا ما وفقت في أن تجعل من البيت معمدا كنسيا. قديه بنقول نفرح لما بنقول كل بيت هو كنيسة حية. الكنيسة الكبيرة بتعيش، بتنتعش من خلال الكنائس الأخرى، العائلات. إذا كل عائلة، كل بيت هو كنيسة، قديش في عندنا كنائس، وتعمر الكنيسة الكبيرة الكاتدرائية أي، عندما بيكون في كل بيت عش للإيمان، تكون كنيسة موجودة في كل بيت بالتقوى، تقوى الأعضاء، الصلاة، تعلم إنه يختلوا، إن يقروا الإنجيل، يتأملوا بالإنجيل، وبالصلاة المشتركة. العائلة بتنجع، بتقدس، وبتحل مشاكلها إذا كان في الإنجيل موجود، يسوع بحل المشاكل، وإذا كان في صلاة. يا ريت يا ريت يا ريت أنتوا أبناء القيامة تصلوا كل يوم في البيت، تركع البابا والماما والأولاد قدام إيقونة. ما أجمل هذا المنظر عندما أبناء القيامة يجلسون راكعين أمام الإيقونات المقدسة، أمام الصليب، أمام الإنجيل، ويصلون مع بعض البعض. هذا كنز عظيم، هذه أجمل هدية، هذه أجمل ثياب، أجمل ما نعطيه لأولادنا، إنه نعطيهم التقوى، نربيهم على التقوى والإيمان. إذا أدعوكم جميعا العائلة المقدسة إلى هذه الصلاة، وبهذه الطريقة نصبح العلمانيون وخاصة في نطاق العائلة المؤمنة شهودا للإنجيل وللمسيح، ويصبح كل مؤمن وكل ابن عائلة رسولا. إلى هذا أدعو أبناء القيامة.